ليه؟ فعشان نزلت فيديو اللي انت بتسرق فيديوهات. انا مش بسرق فيديوهات يا حبيبي، وحتى الناس اللي تفكر اللي انا ده انا مغير، انا غيرته عادي، هلبس معايا بس انا هلبس اللبس ده عشان عجبني. بس اول جولة الواد اللي انا سالك الفيديوهات، ها شوف استر بيانك اللي انا بعمله. ها والجولة التانية والجولة التالتة هي وهويت، هوريك الاسم يا جدعان، ممكن مش مصدق بس هوريك الاسم.